اهلا بيكم حلقه جديده من تونالتي ستوديو. قالت النهارده مش آلة واحده، مجموعه آلات، كونجاز، بونجوز، تيمبلز، شيكرز، باختصار اي حاجه بنخبط عليها اسمها بيركاشن. النهارده الآلة اللي معانا هي البيركاشن، ومعانا النهارده نجم البيركاشن سامح منصور. سامح منصور نجم البركشن، احنا مرسي. سجلنا مع بعض، عزفنا مع بعض، عملنا حفلات مع بعض، والنهارده في الانترفيو مع بعض. انا اول مره اعمل انترفيو وانا واقف مبدئيا عشان الحاله بس، وابقى سخنت معاك. وانا شفتك وانا طالع طلعت تجري مني، انا خوف. خلي بالك برضه اللبس الجانجستر اللي انا لابسه ده. كنت بتطير. لا انت جميل. انت جايب لنا معاك ايه بقى النهارده؟ بقى جايب لنا مبدئيا خد عصايه التريكو بتاعتك دي. ايوه. جايب لنا ايه بقى ده؟ دي اسمها تيمبلز. دي دول اسمهم تيمبلز. تيمبلز ده كاوبلز. دول كاوبلز. دي اسمها جام بلوك. ده شكل من اشكال الكاوبل برضو. دول لا دي بلاستيك. دي. يعني بس هما بس يعني صوتها مختلف يعني صوتها كده ايه مختلف عن الثانيه. دي نحاس ودي بلاستيك صح؟ دي حديد. حديد حديد ودي بلاستيك. طب وريني كده صوتها. دي صوتها اللي هو اللاتين قوي، مستخدمه في حاجات لاتين اكتر. والتيمبلز دي موجوده برضو في الاوركسترا، غير انها آلة يعني لاتن صح؟ اي اوركسترا. اوركسترا مودرن. يعني مودرن. وبعدين جايب معاك سيمبلز طبعا. وبعدين كونجز. بونجز تمام. ده اشطر مني. فرق الصوت يعني فرق الصوت هنا حتى ايه؟ لو هاي. هاي لو. وبعدين الوين شايمز. الشايمز بيل. شايمز بيل. ودي جنبي صح؟ جنبي. جنبي بيستون سلاب. الله. طب دي انا عندي واحده في الاستوديو دي متميزه في صوتها. تمام. تكنيك برضه يعني. لا ده انت شايف. وده رق مخروط. تمبرين. تمبرين اسمه تمبرين. دي بتعمل بيها ايه دي؟ دي اسمها شيكر. ليها اشكال كتير، ليها بعزف بيها كده. ولما اكون عطشان بقى اشرب. انت عملت كده على الستيج في مره؟ حصل. كان مع مين؟ لطيفه. مع لطيفه صح، انا حكيت لك. وعلى الستيج وكان تصوير الكاميرا جابتها، ولطيفه شافتني وضحكت. طبعا الكلام ده من زمان. وقعت. والشيكر ليها شكل تاني برضه. كاستانيت. دي كاستانيت طبعا بتاعت
بتاعت الاسبانيولي بقى حاجات الاسباني. مسكتها ايه زي الصاجات صح؟ تقريبا يعني، بس لها تكنيك مختلف، بس في كذا شكل للكاستانيت. بس دي اسمها جويرو. جويرو بقى ده. جويرو كلها بالظبط كده. ده موال، موضوع البركشن ده موال. الواحد عشان يسمع في الاخر يعني تراك بركشن ده بيبقى متكون من ممكن 5 6 7 آلات بيلعبوا مع بعض ممكن بالزبط. في نفس الوقت. انا سجلت معاك في الاستوديو حاجات. كنا بنقعد نركب بقى، يعني ناخد مثلا تيك كونجز، ناخد تيك بونجز. أيوة. ناخد تيك جامبي ونقعد نحط التراكس في بعض بالظبط كده. دي البركشن اللي هي الشكل اللاتين صح؟ ده ممكن برضو بيستخدم في الشكل الموسيقى العربي برضو بتاعتنا. شور ده مختلف عن البركشن بتاعت الاوركسترا. يعني البركشن اوركسترا ممكن بتبقى مثلا تيمباني ممكن مارمبا، ممكن يبقى فيه سيمبلز برضو. شور بياتي يعني طبعاً. بيبقى فيه حاجات وكونجز بس دول الشكل اللاتين. ده اللاتين يعني بس في الاوركسترا احيانا بيبقى فيه اعمال بتستدعي ده الحاجات المودرن شويه بالظبط كده. ومع الاوركسترا برضو مع آلات البركشنز بتاعه الاوركسترا تيمباني والمارمبا والحاجات دي بقى في بركش كونجا بقى واتيفر يعني تامبورين مش عارف الكلام. طبعا الموضوع ده خد منك عشان تتدرب وتتعلم الحاجات دي كلها، خد منك حاجات كتيره من ضمنها مثلا انت كنت مثلا بتهرب من المدرسه مثلا. حصل. والله العظيم فعلا. انا يعني انا بدايتي خالص يعني كنت في اعدادي طفل صغير كده. خلي بالك انا عارف مصايبك كلها. انا واضح من الهوا. استنى انت بس بعد العمر ده كله انا قدام ولادي ده انت عارف التاريخ كله. انا في تاني عدد تحديدا كنت بكره حاجه اسمها الرياضه الماس والساينس اللي هو العلوم، كان عندنا اسمها رياضه وعلوم فيش ماس والكلام ده. فهربت المدرسه من حصه الرياضه دي والدرس او المجموعه ونزلت اشتريت بونجوز مش عايز اقول لك بكام يعني كان حاجه كده او قعد معايا سنين طويله. وفي المدرسه اللي فوق اللي فوق اللي لا بس كان حاجه كده مصري زمان بتعمل زمان قوي اللي هي بتبقى من فوق بلاستيك بالظبط. حلو كده. فكان هي البدايه يعني بس كنت اوريدي بنقر دي على البركشنز. كلمه نقر دي يعني بركشنز معناها النقر او الطبل او القرع يعني. فهي ابتدت معايا في المدرسه وكملت بقى الطابور وما الطابور والهيستوري ده كله. في ثانوي دخلت فريق موسيقى في ثانوي تحديدا وكنا بنخش مسابقات على مستوى غرب لاني بالصدفه لما دخلت المدرسه لقيت اللي قاعدين في اسمها الحصه يعني كانوا بروفيشنالز بيلعبوا بيعزفوا محترفين. فكنا فريق خدنا 3 سنين على مستوى غرب القاهره في الابراهيميه الثانويه الاوائل في كل مسابقات المزيكا لانه كانوا من هنا بقى. كان بيانيست خدني معاه في بند بالليل قال لي تعالى العب بركشن. تقول ايه بركشنز ما اعرفش يعني بركشنز. فقال لي مش عارف ايه وبتاع وبقيت اجر بقى الالات حاجه ستيب باي ستيب كده. وبعدين لحد ما بتتاجر لحد ما تبلكت في بيت راجل صاحب ملك بالظبط كده. والجامعه بقى اخرتني شويه كليه دخلت كليه عسكريه قعدت فيها سنه ونجحت وخرجت عشان المزيكا. خرجت احترفت بقى وكملت دخلت درست حقوق بس ما وقفتنيش على المزيكا لغايه يومنا هذا يعني. انت عارف انا اكتر يعني الموسيقيين اللي بحبهم هم اللي بيبقوا مثلا خارجين حقوق خارجين هندسه خارجين اي حاجه يعني بيبقى هو بيلعب موسيقى عشان هو بيحب الموسيقى. وده ما منعنيش ان انا برضو اقرا نوتة اتعلمت مع عليد وجدي اوتسي طبعا استاذ كبير يعني. طب انت عارف عازفين البركشن عموما قليلين يعني انت مثلا عازفين كمانجا ممكن يوم كتير جدا طبعا فاهم عازفين البيانو او عازفين الجيتار ممكن تلاقيهم اقل شويه بس كتير برضه. مظبوط. عازفين البركشن بالذات حتى مش الايقاع الشرقي البركشن بالذات قليلين. فانت اكيد لما بيبقى في طلب بتبقى انت عايز تبقى مع بتعزف مع هنا لايف وبتعزف مع هنا لايف. ايوه وطبعا بتتحجج لده وتهرب من ده. ايوه انت مدخلني في حصل بتعمل احكي بدل ما اقول انا احكي. لا لا اقول هي طبعا موقف كتير يعني الكلام ده طبعا من زمان قوي. كنت مع محمد فؤاد فؤاد كان شغال كويس قوي كان ما بيحبش اللي يغيب. انت بتشتغل وعايز ايه يعني اي حد بروفيشنال بيبقى عايز الموسيقيين اللي معاه بيحضروا في وقته. بما اني بقى طبعا اكيد عشان لو مش هتحضر لازم لك بقى حجه مهمه بالظبط كده بلس انه برضه بيتاثر الشغل. لكن موجود طالما في بيت سيكشن موجود بيس جيتار ودرامز وايقاعات وبتاع فكنت انا بقى بعرف اشتغل هنا وهنا. احنا كنا قليلين فكان الطلب علينا كتير طبعا. والواحد لا وانت طلب عليك كتير عموما عشان انت شاطر الله يخليك. وكنت لسه حتى صغير برضه يعني كنت مع منى عبد الغني بقول لك التاريخ ده بعدين. وانا مع محمد فؤاد كنت بتحاجل كل يوم حجه. في مره بقى حصل موقف رهيب يعني. فهعمل ايه مدحت صالح لسه طالبني جديد وعايز اروح معاه وكنت بعشق مدحت وما زلت طبعا كلهم حبايبي. فقلت لمحمد فؤاد انا عندي حد في المستشفى ومش عارف العربيه حصل ايه وبتاع اي حاجه كلام. اي حاجه العربيه حصل فيها وباظت وعندي حد في المستشفى أيوة ورجلي كل حاجه وهو طبعا محمد كنت انا لسه بتاع عيل كده في الجامعه. فروحت لمدحت صالح وبنعزف في حفله وما رحتش لمحمد فؤاد
عملت اوردر مع مدحت صالح ورايح على الثاني، كان محمد خلص الاولاني، استرد فتح لقيت محمد فؤاد قاعد وانا بصحى والله العظيم والله العظيم اقسم بالله لقيته قاعد كده بسيط، ما عرفتش العب اي حاجه مع مدحت، ما بصمتش مع مدحت في اول يوم، بس ناس قالوا لي ده كويس بقى مكشع. فقلت له بقى بصراحه انا عملت كذا كذا، طبعا مدحت مات من الضحك يعني، وفؤاد يعني عدى الموضوع. حصلت كتير من ده كتير يعني، العربية يعني ما لبتش يعني. لأن كنت قاعد محرج جدا من الراجل، بقول له ده انا عندي، وقعدت افتكر الحجج بقى اللي انا عمال الفها له، مش فاكر انت كنت بتقول اني حجه في السته اللي انت متعود بتقوله. ومحمد فؤاد دمه خفيف جدا، وقعد فضل باصص لي كده حاطط عينه عليا، مش مع مدحت ومع الفرقه، باصص لي ابص له مدور وشي كده مش عارف العب خالص، ارتبكت يعني. طب انت في يوم العيد الوطني في ابو ظبي كان حصل لك افيه كده؟ ايوه حصل. ايه؟ السوق كله عارف. انا كنت شغال مع المايسترو، ربنا يدي الصحه، خالد فؤاد الناس اللي هي فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. فاتصلوا بينا في الاوتيل، طلع جت حفله برايفت كده لقاسم الساهر بسرعه جدا يعني، فجابونا من الاوتيل انا واحد زميلي في الفرقه عازف. ف يعني 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 مفاجاه، انت كده اوريدي هناك في ابو ظبي حصل مفاجاه ولا كان في حد واعتذر ولا يعني؟ لا مش بالظبط، هو اللي انا عرفته فيما بعد ان خالد فؤاد كان قاعد، مايسترو خالد فؤاد طبعا قاعد مع ناس وطلبوا ان هو يحصل كذا كذا، فهو سهي يعني سقطنا سهوا يعني اسامينا لو مع الكشف، قال له اتصل بالناس، فما كلموناش انا وال فقال لك فين فلان؟ لا كلموهم بسرعه، هم خلاص اون ستيج. فالتاكسي ياخد ما فيش خمس دقايق بس، كان يوم العيد الوطني ده كان زحمه جدا ابو ظبي. فخدنا تاكسي فوقف ورايتنا تاكسي، اجي الواد اللي راكب محمد هنيدي بالظبط في فيلم الهمام ده، فبطيء قوي وعمال اقول له كويكلي هاني عجلين، في حفله في حفله يا عم، يو سبيك انجلش نو. فانا طبعا متاكد ما بتكلمش عربي، قعدت اشتمه بقى من العصبيه، اشتم بقى اشتم شو ما انت راكب بقى خلاص انت تسليه عندك النهارده بالظبط، وعمال بقى تت تت. اول ما وصلنا خالص وبعد ما نزلنا قال لي على فكره انا بتكلم عربي، وعرفت انت بتشتمني تقول لي طبعا انا كنت طبعا غير مصايب. طب استنى بقى خليك معايا، هطلع فاصل ونرجع على طول. يلا احنا نطلع فاصل من تونيت ستوديو ونرجع على طول، ومعانا نجم البركاشن سامح منصور. رجعنا تاني من الفاصل من تونالتي ستوديو، ولسه معانا نجم البركاشن سامح منصور. انا عايز اجرب. اتفضل. هتعرف يا باشا يعني؟ بص احنا نتعلم، احنا نتعلم منك والله. دلوقتي في اشكال ايقاعيه كتير. اشكال ايقاعيه يعني مثلا في اسمه ايه اللي احنا كنا بنلعبه ده؟ كوكواوا. قلت لي اسمه واوانكو. واوانكو مش كوكواوا. طيب في ايه يعني البوسا نوفا مثلا عامل ازاي؟ ده يقولوا الدرامر.
فانا لما اقول لو انت عرفت تعمل بيسونوف هلعب لك مع بقى البركشن تقول ايه؟ قول لي كده. يعني كده؟ لا هنا. هنا؟ نعمله كده 3 2 كلافي تا 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 ومع الوانكو برضو ممكن. طب بالسامبا مثلا؟ السامبا يعني يعني قلت عليه واو انكو برضه برضه يعني قلت بالشمال سامبا يعني الرومبا. انا جايبك امتحنك ولا ايه؟ ما بتوقعش في حاجه؟ لا لا. طب الرومبا عامل ازاي؟ يعني الرومبا في حاجه اسمها رومبا كلافي قصدك؟ الرومبا اللي بيقول عليه الرومبا دي كانت موجوده عندي عندنا في الاغاني العربي اكتر صح؟ الناس بقى زي عبد الوهاب ومحمد فوزي لا في اغاني كتير جدا لا كل الموزعين القدام او وفي برضه في في برضه ايقاع خليجي برضه اسمه رومبا خليجي صح؟ تقريبا عشان انا مش بتاع خليجي قوي بس تقريبا حاجه كده تقريبا يعني انا مش بتاع خليجي يعني بس تقريبا في في ايقاعات ايه تاني؟ في لا ايقاعات لا ده بحر ده اشكال يعني اشكال سيكشنز يعني في حاجه يعني هي الصلصه المامبو التشاتشا التشاتشا المامبو او تشاتشا جدا ده اللي هو ايه؟ بتلعب حاجات شرقي برضه طبعا ايه بقى مثلا انا بلعب مع مطربين شرقي كتير قصدك قديمه ولا جديده ولا ايه الجديد عزفت مع مين مع انا حاليا انا عارف انا بسالك رامي صبري وريهام عبد الحكيم وناس كتير او فرقه ايامنا الحلوه محمد عثمان مايسترو الجميل لا ناس وائل جسار ولا كتير وعاصم حلاني طبعا انا مع ستيل معاه طب لو عزفنا مع بعض حاجه دلوقتي كده من التراث حاجه من القديم نعزف ايه مثلا الناس اللي كانت بتحب البركشنز وتوصل بيه يعني طبعا الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ محمد فوزي في فين قلبي محمد فوزي اتجنن طب ما تيجي نجرب يلا بينا تلعب معايا بس اهم حاجه هنجرب يعني خدني يعني واحده واحده كده طب العب انت بونجز بقى وانا معاك العب ايه بقى كده بونجز يعني فوكس لا ما انت لازم تقول لي علمني اسرع شويه ماشي يلا يلا نلعب مع الفرقه بقى طب ماشي مع الفرقه يلا مع الفرقه يلا طب ما انت طلعت بعرف على البركشن اهو ده انت استاذ ده الله انت استاذ قعدني في البيت لا الله ينور عليك بجد والله الاستاذ لا انا عايز ارجع اقف مكاني كده ودي الجامبي برضو انت ممكن تستخدم كرسي انا مش عايز اخلص الحلقه وانا بس ملزم بوقت لا عايز معاك حاجه تانية دي فرصتي طب حلو فرصتي تعال ناخد نعمل ايه تاني نلعب الغربي نلعب الغربي على فكره يلا بينا نعمل ايه قول لي وانا هعمل يلا بس انت تغني واحنا معاك تعال
اسمه سومريسا. انا بقى اسلم عليكم واسيبكم مع القله وبعدين وبعدين نلعب احنا حاجه مع بعض. خليكم معانا بقى. Santiago.